اسمحوا لي أن أستعين بما قدمه مؤتمر يونسكو بعنوان الفاقد التعليمي في مؤتمر عقد في فبراير أو آخر فبراير، وقدمت فيه الأبحاث التي عقدت على مستوى عالمي، على المستوى الأوروبي أو على المستوى الآسيوي، قدمت أوراق عمل بحثية كانت تضيء على هذه الأسئلة المشروعة حول كيف تعامل العالم مع جائحة كورونا وما التأثيرات التي انعكست على الطفولة في التعلم كحق لها. هذه الشريحة التي قدمها في بحثه دكتور فينكات، وقدم فيها عن عرضاً يحكي الأرقام المذهلة التي تأثر يعني تحت تأثير جائحة كورونا، التي تسببت في حصول إغلاق تام لعالم 168 مليون طفل عالمياً حرموا من الذهاب إلى مدارسهم، في وقت أن 214 مليون طفل عالمياً خسروا 3 فصول تعليمية من التعلم الوجاهي الواقعي. تعددت أنواع التعلم كما نعرف، بعض الدول تمكنت من تحقيق استمرار التعليم عبر التعلم الرقمي والإنترنت من خلال البرامج المختلفة لإحداث التعلم عن بعد، تحقيق التعلم عن بعد، وهذا أيضاً محور آخر وموضوع أخرى ينبغي أن نضيء عليها بأدواتها. هل حصل التعلم بمعناه المعرفي وبعمقه كمحتوى؟